هل يقول هناك نص من الكتاب والسنة على منع الدعاء بعد الصلاة؟ Raymond, in that present, the Namtam, Karazanawi, Fees and Him, the midwife, Walaz and Atin Quran, Nabalaz and Sunan for Nasu was Salama, Manapuru, Fatsasapori, Manuan, the Sora. Naam. In Mission of Allah. Wain to Tiro Tahtadu, Ela Atan and Nabis Asalam Hadan Allah. Zizania, text of Gurun, Manatin Quran, the number of Allah, Wain to Tiro Tahtadu, Rawasaka and Aruma, Marek and Yupana, Niwa, Dia. الآن نحن نصلي العصر كم ركعة؟ أم زوج كذا ما نصلي صلاة العصر هو مش ركعة كثير نصلي صلاة العصر كم ركعة؟ أربع ركعات تمام لو جاءنا الشيخ هذا جزاه الله خيرا قال نريد اليوم نصلي العصر خمس ركعات زميل فاتش كذا فاتش كذا ما نصلي صلاة العصر دي ركعة هي بس إنسان فاتش كذا الركعة الخامسة هو شكل مش ما نفاي زريك نقوله ويا فاتش كذا ولا نصلي ركعة دين نقرأ فيها الفاتحة وندعو. دي إذا أنا بعدين شغلتي أم يركان فديمتشيكا ما ماك سورة الفاتحة دي ما نوضع. ها ما رأيكم؟ ينزلنا خلصتش كان يزود. يصح؟ أزودوه. لماذا؟ سجين. نقرأ فيها الفاتحة أحسن ممكن نصلي ست ركعات. نعم. أو أنفوا ما نقول فاتشكو تشنيت يزود جنبه سورة الفاتحة. شاء الله نزل. ما نعمش. في وجيه في شنغان ما نام سولا نادي توشكا ركعة أين نزل إما راتي نزل برزن وهذا يقول لا نصلي ثماني ركعات مبشكو هذا هو مبولا عاد شام بين نزل أحسن كل ما نزيد يكون أحسن خير كبير سيلا هم بيتشكا مرمى وجيه بميك تشارك توشكا فعلو توشكا فولو ما رأيكم أقول فزوجك نزل برزن نصلي ما نصلي لماذا سجيري ما هل يعذبنا الله على الصلاة هذا يقول نصلي ثماني ركعات لا يعذبنا الله على الصلاة ثمانية ركعات يعذبنا. مو كبير تشير تشيك فويت تشيك هم بيان صلاة العصر ركعة فعل. وش زين الله سبحانه وتعالى فتشيك فضل. اللي فتشيك فضل. لا لا يعذبنا. لا وش أصلنا. العذاب يكون على مخالفة السنة. لعذاب لفهم بحال من الله سبحانه وتعالى نسازم زبطونا دي نفتشبا عنه لفهم بناتون بناس وسلام نبيان سنة صلاة ركعة فتشين يلا يتوي أين تلاتين أفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. لا يفعل لا نفعل. لا فشنا تلبنان شتوش. إذا فعل هذا معناه إنه في خير. لا كروش كيوم رونا تلبنا صلى الله عليه وسلم إذا ما نبروفا أو مسن هالسلام. وإذا لا لم يفعل هذا معناه إن الخير في ترك هذا الفعل. كروش كشنا تلبنا صلى الله عليه وسلم إذن ديا لفنا بلان إذا فشنا يوم مسن هالسلام. مفهوم؟ أسمع زمان. إذن الدليل على خمس ركعات هو الدليل على زيادة الدعاء بعد الصلاة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم زي فوتين لبروفيتسك نمبران لبروف فما بيتسك ركعة فالدين أمي الله سويل زي هو الدليل ما نمبر ركعة نحا بزابة ركعة فوتسك بيتسولازن نمبران نعم